لتحالف احزاب الطوارئ المدني الاجتماعي اللي بيضم بين اعضائه حوالي 27 حزب سياسي وائتلاف وحركة سياسية، منهم 14 حزب سياسي من الأحزاب التي تعترف بها لجنة شؤون الأحزاب، أي أحزاب ليس عليها منازعات. والتيار المدني الاجتماعي هو التيار الوحيد في مصر الذي يضم من بين أعضائه 14 حزبا ليس متنازل أيهما. جبهة الإنقاذ عبارة عن 6 أحزاب، وباقي التيارات الأخرى عبارة عن عدد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة. التيار المدني الاجتماعي هو هذا التيار الذي التقى فيه أحزاب التيار المدني الاجتماعي على العمل من خلال رؤى سياسية واجتماعية، وأيضا ليكون هناك تنسيق كامل بين أعضائها في الانتخابات الرئاسية ثم الانتخابات البرلمانية المقبلة إن شاء الله. نعقد هذا المؤتمر بمناسبة انتهاء مسودة تعديلات ادخلت على دستور 12 بناء على الاعلان الدستوري الذي جعل من مادة 50 ومن قبلها مادة ومن قبلها لجنة 50 ومن قبلها لجنة 10 هما المنوطان بهما ادخال تعديلات على دستور 12. والحقيقة ان لجنة الصياغة هي البطل الحقيقي وراء تلك الصورة التي استقبلها الشعب المصري بكل ترحاب، وسيد عمرو موسى يتلو صياغات المواد المختلفة على أعضاء لجنة الخمسين، فيكون هناك تصويت إلكتروني لأول مرة في مصر. ولكي نكون بهذا التصويت الإلكتروني اجتزنا مرحلة التصويت برفع الأيدي وما يصاحبها من أخطاء في بعض الأحيان. عندما أقول لجنة الصياغة هي البطل الحقيقي لتعديلات على دستور 12، لأن كانت المواد أو الصياغات المتسربة من اللجان المختلفة في لجنة الخمسين كانت توحي بأن هذا الدستور سوف يكون دستور طائفي ولا دستور أو فئوي، وليس دستور يمثل كل أبناء الشعب المصري ويصيغ العلاقة بين الحاكم والمحكوم من جهة وبين المحكوم والمحكوم من جهة أخرى لعقود قادمة. ما تلاهي السيد عمرو موسى، والذي لابد أن أيضا نشير لأن السيد عمرو موسى كرجل دولة استطاع بحنكته وخبرته السياسية والدبلوماسية الطويلة في أن يعبر بهذه اللجنة التي كانت عبارة عن طيارات ومتعددة يعبر بها إلى بر الأمان. وكانت إدارة السيد عمرو موسى للجنة الخمسين في مرحلة الأخيرة نموذج للإدارة التي كان الشعب المصري يتوق لكي يراها، بعكس الإدارة السابقة للجنة المئة في دستور 12 التي كان يشرف عليها المستشار الغرياني، كانت غابت عنها روح المسؤولية وغابت عنها أيضا روح رجل الدولة. لذلك إذا كنت أنا حييت في بداية كلمتي لجنة الصياغة فالتحية منها موصولة إلى السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، والذي له من كل أحزاب تحالف الطوارئ المدني الاجتماعي كل تحية وكل تقدير. ونحن في الطوارئ المدني الاجتماعي برغم أننا لنا ملاحظات عديدة على مواد الدستور، ومنها ما يتعلق بنظام الحكم في البلاد، ومنها ما يتعلق بسلطات رئيس الدولة، ومنها ما يتعلق بالنظام البرلماني، نرى برغم هذه التحفظات العديدة ومنها أيضا لجنة الخمسين اجتازت المدة القانونية المحددة لها من خلال المادة 29 من الإعلان الدستوري، وإن هذا الاجتياز يجعل أعمال هذه اللجنة ممكن أن أشبهها البطلان، لأن المادة 29 من الإعلان الدستوري حدد لجنة الخمسين 60 يوما، ولم يحدد هل 60 يوم يوم عمل أو يوم أو كل الأيام تحسب داخلها، وفي نفس الوقت حدد لجنة الخمسين في هذه المدة 60 يوم مهمتين. المهمة الأولى وهي خاصة بإدخال قراءة مسودة لجنة الخبراء وإدخال تعديلات إليها، وما تنتهي إليه لجنة الخمسين يعرض في الحوار المجتمعي.
أي أن 60 يوم كان يجب أن ينقسموا إلى قسمين. القسم الأول هو الانتهاء من تعديات على دستور 12، القسم الثاني كان عرض ما تنتهي إليه على الحوار المجتمعي. لجنة 50 تجاوزت 60 يوم بأيام، وفي نفس الوقت لم يطرح المنتج النهائي على الحوار المجتمعي، وهي سوف تقدمه للرئيس المؤقت المشير عدلي منصور، وهي لم تنفذ ما طالبها به او ما طلبتها به المادة 29 من العنوان الدستوري. ولذلك نحن نرجو من السيد عمرو موسى ان يؤخر تقديم الدستور الجديد. وعندما اقول دستور جديد، لان فعلا ما انتهت اليه لجنة 50 هو دستور جديد للبلاد وليس تعديلات على دستور 12. وفي هذا استخدمت مهارة عمرو موسى وحنكة بعض اعضاء اللجنة في انها تستجيب للرأي العام المصري. الرأي العام المصري كان رافض الدستور سيء السمعة اللي هو دستور سنة 12، وفي نفس الوقت الرأي العام المصري كان يطالب بدستور جديد. لجنة 50 حسنا فعلت ان هي من خلال تعديلات على كل مواد دستور 12 وصياغات جديدة على كل هذه المواد قدمت لنا بالامس واول امس دستور جديد. نستطيع ان نقول بملء فينا ان هذا الدستور يصلح ان يسوغ العلاقة في مصر لعقود قادمة، وان كان نفس الدستور وضع مواد آلية لتعديلات عليه لو اراد مجلس النواب او اراد رئيس الجمهورية، لان من حق رئيس الجمهورية ومجلس النواب عدد محدد فيه ان يقترحوا تعديلات على مواد الدستور الجديد، ومن خلال آلية واجراءات في مجلس النواب من الممكن ان تطرح هذه التعديلات بعد الانتهاء من هذه الاجراءات على الرأي العام وعلى الشعب للاستفتاء. نقول اننا برغم اننا هذه الملاحظات وان لجنة 50 لم تكمل مهمتها الثانية بطرح المنتج النهائي على الحوار المجتمعي، وسمعنا ان السيد عمرو موسى سوف يتقدم اليوم او غدا الى السيد الرئيس المستشار عدلي منصور لكي يعرض علينا المسودة النهائية اللي ما انتهت اليه من دستور جديد نستطيع ان نطلق عليه دستور 13 وليس تعديلات على دستور 12. برغم ان الاعلان الدستوري هو تعديلات على دستور 12، ولكن ما انتهت اليه اللجنة بالامس نستطيع ان نطلق عليه وبكل وضوح دستور 13، ليكون لدينا دساتير متعددة، دستور 71 ثم دستور 12 ثم دستور 13 الذي يعبر وبحق عن ثورة الشعب المصري في 30 يونيو، لأنه أزاح الفاشية الدينية وأيضا أعلن عدم قيام الأحزاب على الأسس الدينية وأغلق المادة 219 التي كانت ترسخ لهذه الدولة التي صار عليها الشعب المصري في 30/6. احنا كنا نأمل أن يكون نظام الحكم في مصر نظام رئاسي وليس شبه رئاسي، لأن النظام الرئاسي يتناسب مع مصر على مدى 7000 سنة ويجعل البلد ليس برأسين ولكن برأس واحد ورئيس الجمهورية. ولكن ومع ذلك نحن في أحزاب التيار المدني الاجتماعي نقول نحن نوافق على ما انتهى إلى لجنة 50 ونوافق على دستور 13 وندعو الشعب المصري فرادى وجماعات بأن يذهب كل منا ومعه أسرته ومعه كل من استطاع التأثير عليه ليكون نعم للدستور الجديد. هذا الدستور الجديد الذي نأمل أن ينال موافقة الشعب المصري بنسبة لا تقل عن 40 مليون مصري. إذا كان الذين خرجوا لتفويض الفريق السيسي في 26 يوليو اقتربوا من 40 مليون مصري، أعتقد أن هذا الدستور يجب أن تعلم الدنيا كلها أن الشعب المصري ارتضاه له بنسبة لا تقل عن 40 مليون مصري، وهذا ما نأمله وما نطالب به. ونحن كأحزاب تيار مدني اجتماعي سوف ندعو كل قواعدنا في المحافظات لكي يقودوا ولا يذهبوا فقط، لكي يقودوا الشعب المصري لكي يكون نعم لهذا الدستور. وأصبحت الآن لدينا دستور عصري به هذا الدستور العصري به نسب من الدخل القومي للإنفاق على الصحة وعلى التعليم، ودي لأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية أن يتم تخصيص نسبة من الدخل القومي لصالح التعليم ولصالح الصحة. ونحن نعلم أن لا هناك تنمية حقيقية في أي بلد ولا نهضة إلا إذا اعتمدت على الإنسان، والإنسان معناه أن صحته تكون سليمة ومعناه أن هذا الإنسان يكون قد تلطى تعليما جيدا. أي أن هذا الدستور إن شاء الله سوف يكون بوابة مصر نحو التقدم ونحو المدنية ونحو النهضة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والكلمة الآن للواء عادل الألة رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي. يعني في الموبايلات نتكلم ممكن في النص.
ننقف نص عشان ما يفصل. طب مش ممكن. طبعا اللي معايا ميه تليفون 12 بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم التيار المدني بيجتمع علشان يعطي رأيه ويعلن للإعلام المصري رأيه في ثلاث قضايا. القضية الأولى قانون التظاهر، وإحنا بنؤكد وبنعلن تمسكنا بقانون التظاهر أو قانون تنظيم حق التظاهر. المعنى الصحيح يعني المسمى الصحيح هو تنظيم حق التظاهر. التظاهر السلمي مسموح وحق لكل مواطن، ولكن تنظيمه بيلزمه قانون، والقانون اللي صدر هو قانون جيد جدا وبنقبله وبنؤيده، وبنطلب من الشعب المصري أن يستجيب له حتى تبدأ عملية الاستقرار وعملية البنيان الاقتصادي والسياسي والديمقراطي في مصر. فأولا احنا بنؤيد هذا القانون. ثانيا بالنسبة للحكومة، بندعو الحكومة أن تتمسك بقانون التظاهر أو تنظيم عملية التظاهر، والوقوف بقوة وصلب وعناد ومصابرة على مقاومة ما يحدث في الجامعات وما يحدث من شباب الجامعات. احنا لا ننكر على حق كل طالب في الجامعة أن يقوم بعمل التظاهر أو بالتعبير عن رأيه، يعبر عن رأيه سلميا. أما لو تحول السلم إلى قتل أو تخريب أو تدمير أو حرق كما حدث أول أمس لسيارات الشرطة أمام جامعة القاهرة، وقبل كده في جامعة الأزهر، إحنا ضد هذه الأعمال وبنطالب الحكومة بأن تقف بقوة ضد هذه الأعمال. ووزير الداخلية لا يجب أن يكون مرتعشا، ولا يجب أن يتخاذل، ويجب أن يعامل الشباب بسواسية وليس يعني ازدواجية معايير. يعني هو أمام شباب الإخوان المتأسلمين في ما يعني ما اتبعش الشدة مثلما اتبعها أمام مجلس الشورى. لا، احنا عايزين المعاملة بالمثل. يبقى منع التظاهر، يبقى منع التظاهر الغير سلمي. السلمي المسموح للجميع أيا كان، غير سلمي غير مسموح لكل طائف الشعب أن تقوم بأعمال تظاهر غير سلمية. فبنطلب من الحكومة التمسك بهذا القانون وعدم التفكير في تغييره. بالنسبة لي نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد بهاء الدين، موقفه مشين جدا، وإحنا بنستنكره وبندينه، وبنطالب رئيس الوزراء أن ينحيه جانبا أو يطلب منه أن يقدم استقالته. لأن معنى أن يطلع على الوكالات الأنباء العالمية ويشكك في هذا القانون ويشكك في المرحلة الانتقالية ويقول أنه غير راضي، يبقى غير راضي يبقى يقعد في بيتهم وما يروحش الوزارة. لكن أنه هو يكون نائب رئيس وزراء ويتولى التعاون الدولي وفي نفس الوقت يشكك في أعمال الحكومة، هذا شيء مرفوض تماما. بالنسبة للدستور، احنا في حزب مصر العرب الاشتراكي والتيار المدني بنتعاون في سبيل انجاح الاستفتاء القادم. ليه؟ لان الدستور فيه عدة معاني مهمة جدا. اولا الغى مجلس الشورى، ثانيا اللي كان بيتكلف مبالغ طائلة. مجلس الشورى ممكن يعود امتى؟ لما البرلمان بعد حالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي والديمقراطي ممكن يبقى مجلس الشيوخ، ويعود بعد موافقة البرلمان ورئيس الجمهورية المنتخب في الفترة القادمة. أما الآن فنحن لسنا في حاجة خلال العام القادم لمجلس الشورى. ثانيا إن هو بيدعو إلى إلغاء نسبة العمال وفلاحين، احنا مع إلغاء نسبة العمال وفلاحين. ثالثا هو بيدعو إلى أن النظام هيبقى شبه رئاسي، يبقى رئاسي برلماني، وإحنا بنؤكد على دي، ودي كانت أحد مطالبنا. بعد كده بيدعو للحريات العامة، وإحنا بنؤيد الحريات العامة. يعني الدستور في كل الحاجات اللي إحنا كنا عايزينها. بالنسبة لقانون الانتخاب، إحنا مع الانتخاب الفردي لدورة واحدة على الأقل القادمة،
ثم بعد ذلك ممكن يبقى أي نظام انتخابي في الدورات اللي بعد كده البرلمان بيحددها. آخر حاجة احنا بنؤكد عليها، احنا بنقول ان هذا الدستور هو حلقة الوصل بين ان تستكمل الفترة الانتقالية مهمها وبين ان تعبر مصر الى بر الامان. لن نعبر بر الامان الا بهذا الا بالدستور وامرار الدستور والموافقة عليه، لكن لو موافقناش على الدستور والشعب تراجع يبقى كده بندي فرصة لمزيد من الفوضى وعدم الاستقرار، ونحن مع الاستقرار ومع القضاء على الفوضى، وبالتالي بندعو الشعب المصري إلى الموافقة على الدستور. شكرا. زي ما قال اللواء عادل القلة رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي وعضو تحالف الطير المدني الاجتماعي، ان الموافقة على الدستور هو المرحلة الاولى من استحقاقات خارطة المستقبل اللي هي عبارة عن ثلاث مراحل: دستور للبلاد، ثم انتخابات برلمانية، ثم انتخابات رئاسية. ونعرف التيار المدني الاجتماعي كنا عقدنا اجتماع لنا الاسبوع الماضي، ورأينا انه من الممكن ان ندخل تعديل على خارطة المستقبل بان تكون الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية، لكي يكون للبلاد رئيس منتخب يستطيع أن يقود البلاد إلى بر الأمان. وفي نفس الوقت عندما نقول أن استحقاق خريطة المستقبل يتطلب لدينا أن يكون لدينا دستور حتى نسد أو كل المؤامرات الخارجية، مخططات صهيو أمريكية نستطيع أن نقضي عليها من خلال السير قدما الى تنفيذ خارطة المستقبل. وحول هذه الموضوعات اتحدث الينا السيد النائب ابو نجا المحرزي، نائب رئيس حزب الصرح والقيادي بتحالف التيار المدني الاجتماعي، فليتفضل. اولا اسمحوا لي اشكر الاستاذ ناجي الشهابي على ما تحدث فيه، وقبل ان ابدا او اقول لكم انا بحيي الاعلام المصري للدور العظيم الذي قام به في ثوره 30 يونيو. هذا الاعلام الطاهر النقي المحترم الذي يشهد له العالم كله بانحيازه للشعب المصري، وتحيه تقدير الرجل الذي تحمل على نفسه عبء ثورة 30 يونيو وهو المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا. المحكمة الدستورية العليا تآمروا عليها من جميع النواحي. المحكمة الدستورية العليا حاولوا بقدر المستطاع ألا تعمل، ولكن شاء القدر أن يكون رئيس مصر المؤقت ورئيس المحكمة الدستورية، فعاد للمحكمة الدستورية مكانتها وكرامتها، وأصبحت اليوم هي رئيسة هذه الدولة المؤقتة. الأمر الآخر، وأحيي شهداء مصر من الشعب المصري ومن رجال الجيش والشرطة، لأنه في الحقيقة لولا الشهداء ما وصلنا إليه الآن من دستور ومن انتخابات قادمة بإذن الله. كما أحيي رجال الشرطة البواسل، ولكن أطالب منهم أن يكون هناك ضبط نفس بالنسبة للتعامل مع الجميع، لأن هناك حالات على وزير أو بنبه على السيد وزير الداخلية، هناك بعض الحالات المستفزة منهم، وخصوصا في حملات الكمين والمرور، وانهم يكيلون بمكيالين، مكيال اذا كان هناك اخوان مسلمين يتراجعوا، اذا كان هناك مدنيين يتعاملوا معهم بكل قوه، وارجو من وزير الداخليه ان يتدخل، يتساوى الجميع في المعامله. الحقيقه الامر الان وهو محل الحديث والمؤتمر هو منتج لجنه الخمسين. حقيقه لجنه الخمسين أخرجت لنا منتج جيد ومحترم نباهي به للأمم إلى يوم القيامة إن شاء الله، لأنه في الحقيقة كنا نعتقد أن هناك اختلاف وأن هناك إقصاء وأن هناك بعض الحالات التي يتم فيها بعض العدم الدستورية في بعض النصوص أو تجنب بعضه، لكن في الحقيقة أن كما قال أستاذنا ناجي شهابي أن هذا الدستور هو منتج جيد، هذا الدستور هو منتج من صنع البشر، فإذا كانت هناك بعض المواد قد جانبها بعض العوار، ولكن ليس بها عوار، لكن بعض المصالح كانت تجنبت،
لكن في الحقيقة نستطيع إذا كان هناك برلمان قادم أن نعيد ما قفت، لكن في الحقيقة هو منتج جيد جدا جدا. وحيي الأستاذ عمرو موسى على قيادته لهذه اللجنة، وحيي اللجنة جميعها باختلاف أعمارها وسنها وباختلاف طوائفها وباختلاف، لكن في الحقيقة هذا الدستور، والدستور سوف يتم الاستفتاء عليه في 2014. ولهذا كما قال أستاذنا رئيس جامعة القاهرة الأمين عام، أنه سوف يتم الدكتور جابر نصار سوف يؤخذ رقم دستور 2014. هذه واحدة. الأمر الآخر أن الدستور المصري راعى جميع المناطق الفئوية، فراعى الصعيد وتنميته، وراعى أهل النوبة، وراعى مطروح، وراعى سيناء وتنميتها، راعى الصحة وراعى التعليم. وكنا نتمنى أن يكون هناك مجلس أعلى للبحث العلمي، وكنا نتمنى أن يكون هناك مجلس أعلى للتخطيط، لكن في الحقيقة لأنه في الحقيقة في مصر تتخبط في التخطيط بعد أن انتهت ثورة 52، لأن هناك كانت خطط خمسية أولى وثانية وثالثة، ولكن لم نسمع عن الوزير الذي يأتي يهدم ما سبق. ولكن كنا نتمنى أن يكون مجلس أعلى للتخطيط يضع بعيدة عن الحكومة، يجتمع فيه العلماء والخبراء من شتى النواحي ليضعوا لنا خطط مستقبلية ل 2050 أو 2100. وهذا ما تفعله دول الجوار، أنا مش عايز أسميها لأن أكره اسمها، فهذا دول الجوار تضع خطط بعيدا عن الحكومة، تأتي الحكومة فتنفذ هذه الخطط، وبالتالي لا ندخل في متاهات إلغاء قرارات الوزراء السابقين. الأمر الآخر أن البحث العلمي هو تقدم الأمم، والبحث العلمي يجب الاهتمام به أكثر من اللازم. البحث العلمي هو الذي وصل بعض الدول المجمعة من جميع العالم، من جميع الفئات العالم، إلى قمة في التقدم العلمي. واسألوا شرق آسيا، واسألوا أوروبا، واسألوا بعض أمريكا. كل البحث العلمي هو الأساس. الأمر الأخير أننا نطالب السيد رئيس الجمهورية المؤقت، ونطالب السيد الفريق عبد الفتاح السيسي، أن تكون هناك انتخابات رئاسية مبكرة. وهذا هو اتجاه التيار المدى الاجتماعي، لأنه في الحقيقة إذا كان هناك رئيس دولة قوي يستطيع أن يحسم المشاكل والمهام، ويشكل حكومة قادرة، ليست حكومة مرتعشة، ليست حكومة من فيها من يميلون للنظام الأمريكي، هو كالأخ الدكتور زياد بهاء الدين، أقول له ارجع عن كلامك وحاسب نفسك، كفاية تجربة البرادعي، كفاية أنت ارجع عن نفسك وعن كلامك، الشعب المصري غير راضي عنك، وبالتالي واخد الحكومة كلها في رجليك. أقول يجب أن تكون هناك انتخابات رئاسية أول قبل انتخابات البرلمانية، ليأتي لنا رئيس يحسم مشاكل موجودة في مصر. وهذا هو خريطة الطريق، ثلاث أضلاع. الضلع الأول هو الدستور، والحمد لله إن شاء الله ننتهي منه وقد انتهت المسودة. الضلع الآخر وهو رئاسة الجمهورية. الضلع الثالث وهو البرلمان. ولهذا نطالب بانتخابات رئاسة الجمهورية مبكرة وسريعة بعد الاستفتاء على الدولة. ولهذا فإننا أدعو الشعب المصري، وندعو جميع أفراد الشعب المصري، شباب وشيوخ ونساء ورجال، أن يلتفوا حول مسودة الدستور، وأن يلبوا نداء الوطن، لأن في هذا اليوم هو نداء للوطن جميعا حتى تستقر الأمور ونعود بمصر، مصر العظيمة، مصر أقدم دولة في التاريخ، مصر صاحبة أقوى جيش في أقدم جيش في التاريخ، مصر الذي علمت الإسلام للبادة الذي نزل فيها الإسلام. وفي هذا الأمر نحن نطالب أن الشعب المصري بالخروج للتصويت بنعم على هذا الدستور. وتحية تقدير لكم جميعا وللشعب المصري العظيم الذي قاد هذه الثورة، ثورة 30 يوليو و25 يناير. وتحية للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.